طيب طبعا فيرال كونجنكتيفايتس ده النوع الرابع من الانفكتيف كونجنكتيفايتس، طبعا هو الاقل اهميه فيهم، بس احنا هنقول على السريع نحاول نقرا كده، لكنه اقل اهميه في اللي احنا خدناه. الحاجات اللي بتعمل كوست الفيرال كونجنكتيفايتس زي طبعا اكتر واحد هو الادينو فيروس، ممكن الهيربس يعمل والانتيرو برضه. كلينيكال بيكتشر بتاعته كلام نفس اللي احنا اخدناه، ما عدا شويه برضو كلمه مميزه هنعلم عليها، يعني مثلا كونجكتيفا هايبريميا واديما وسب كونجكتيفا الهيموريج او بيتيكي، طبعا كلام احنا عارفينه قبل كده. انلارجد بري اوكلر ليمف نود نفس اللي قلناها في البيورال كونجكتيفايتس. ممكن نفتكر ان البيورال كونجكتيفايتس كان فيها ووتر ديسشارج، وبالتالي يعني الجزئيتين دولت زيهم زي البيورال كونجكتيفايتس بالظبط، ان فيكون في بري اوكلر ليمف نود وفي ووتر ديسشارج. بيكون عندي برضو بانكيتيت ابيثيريا كيراتيتس، لو احنا فاكرين في الشابتر الكورنيا كنا خدنا ان لو حصل عندي فيرال انفكشن في الكورنيا بيحصل ان اول حاجه بيكون عندي بانكيتيت، بعد كده ستيليت، بعد كده اميبك السر، فدي طبعا بتكون البدايه، لان طبعا العين كلها جنب بعضها، فلو جه عندي انفكشن فيرال هنا او جه انفكشن فيرال هنا اكيد يعني اكيد يعني لو جه انفكشن فيرال في الكونجنكتيفا اكيد هيعدي على الكورنيا ويعمل اللي الكيراتيتس، فعشان كده ممكن نقول البنكتيت دي مميزة هنا، لأن نقول احنا برضو لو رجعنا شابتر الكورنيا هنلاقي كلمة بنكتيت موجودة في الفيرال انفكشن اوف الكورنيا. الفيت سيلف ليمتد، يعني هو ممكن يتعالج لوحده او بيختفي لوحده، مناعة الجسم ممكن تتغلب عليه في 7 ل 14 يوم، عشان كده بنقول ان هو يعني موضوع مش ذات أهمية أوي، لكن نقراه مش هنخسر حاجة لانه موضوع سهل ممكن يتألف، هي كلمة واحدة ولا كلمتين مميزين فيه مش هيخسروا حاجة يعني. مانجمنت البريفنشن از ان mucopurulent conjunctivitis اللي هو بيرسونال هايجين وافويد يوز التاولز اوف الانفكتد بيرسون ومثلا كومبات الفلايز. كيوريتيف هنستخدم برضو اتروبين عشان الكورنيا وكولد كومبريسورز، هنلاحظ دايما احنا في الفيرال انفكشن بنستخدم كولد كومبريسور على عكس البكتيريا بنستخدم هوت فومنتيشن مع ارتفيشال ليوبريكانت، وفي حاله الهيربيتك كيس بنستخدم انتي فيرال زي اسايكلوفير، نحفظ اسايكلوفير دايما في اي فيرال انفكشن نحفظ اسايكلوفير بيبقى هو الموست كومون يوز دي يعني. في عندنا موضوع احنا كنا قلنا الاكيوت كونجنكتيفايتس، في موضوع تاني اللي هو كرونيك انفكتيف كونجنكتيفايتس، واحد هيقول فين الاكيوت نون انفكتيف كونجنكتيفايتس، يعني هي الاكيوت نون انفكتيف مش مذكوره او مش كل الكتب بتتكلم عنها لان هي طبعا مش ذات اهميه كبيره، لكن برضه كرونيك انفكتيف كونجكتيفايتس برضه مش ذات اهميه، احنا هنقراها مع نفسنا مش محتاجه لشرح لان هي قليل ما بتيجي في الامتحانات او حتى يتسال فيها، لكن نقراها على السريع مش هنلاقي فيها كلام مختلف، هنلاقي كومبليكيشن وهنلاقي كلينيكال بيكتشر تقريبا قريبه للي قلناها قبل كده. ندخل على موضوع مهم جدا جدا جدا، اهم طبعا من الفيرال، يمكن هو اهم موضوع في الشابتر او يصنف كاهم المواضيع، هو التراكوما. تراكوما major cause of blindness in many developing countries، في الدول المتخلفة بعض الشيء هو بيكون سبب رئيسي عن حدوث العمى، طبعا هي موجودة في مصر بشكل كبير. طيب definition chronic infectious follicular keratoconjunctivitis، سميناها keratoconjunctivitis لأن التراكوما تأثيرها دلوقتي زي ما نشوف في clinical picture بيشمل القرنية وبيشمل الكونجنكتيفا، عشان كده بنقول فوليكولار كيراتو، كيراتو معناها القرنية، كونجنكتيفايتس الملتحم، فوليكولار لأنه بيتكون فوليكلز والفوليكلز دي ليها تقسيمة هنشوفها بعد شوية. إذا الديفينيشن ده هنحفظه أحسن لما نذاكر الموضوع كله، يعني الوقت ممكن يكون الديفينيشن مكانك شوية فوليكولار وكيراتو كونجنكتيفايتس، لأن أنت لما تيجي تقرا الموضوع هتلقى ببساطة شديدة احنا ممكن حتى نقول العناوين اللي هنقولها في الموضوع من الديفينيشن فوليكولار، يعني في هنلاحظ ان في فوليكلز بتتكون في القرنيه وفي الملتحم وبالتالي فوليكولار كيراتو كونجنكتيفايتس. كاركترايزد باي فوليكلز وبابيلي، تمام من الديفينيشن. سب ابسيلي سيلولار فلتريشن، طبعا ديت المرحله السابقه لاي فوليكل وبابيلي، ان احنا قلنا من شويه في اول الشابتر لما كنا بنفهم المصطلحات الفرق ما بين الفوليكل والبابيلي والجاينت بابيلي، قلنا في اول في عندنا الفوليكل بتتجمع شويه كده الليمفوسايت تحت،
تقوم ترفع عندي طبقة الإبسيليوم، وبعد كده تكون عندي بابيلي إن هي بتكبر قوي كده، وبعد كده في عندي جاينت بابيلي بيحصل عندي بروفليشن الإبسيليوم. نرجع للكلام ده ونسمعه تاني لو احنا ناسيين. طيب البانس فورميشن طبعا ده مصطلح ما قلناهوش قبل كده لكن هنشرحه دلوقتي، وهيلينج باي فايبروزس دي بتبقى المرحلة الأخيرة من هذا المرض. الاتيولوجي والباثولوجي بتاعتهم طبعا يعني مش مهمين قوي، لكن يستحسن نعرفهم عشان نكون فاهمين الموضوع بيتكلم ازاي، لكن طبعا الأهم حاجة في الموضوع هنا الكومبليكيشن والكلينيكال بيتش. الاتيولوجي كوستيف اورجانيزم يكون عندي كلاميديا تراكوميتس. الكلاميديا تراكوميتس ديت يعني العلماء او الدكاترة اختلفوا في تصنيفها هل هي بكتيريا او فيروس، عشان كده بنسميها اتيبيكال فيروس. والسبب في ان احنا سميناها اتيبيكال فيروس ان احنا لقينا فيها شويه خواص من البكتيريا على شويه خواص من الفيروس. زي ايه مثلا؟ اولا حاجه ان هي لارج سايزد، ومعروف ان هي اكبر حجما من الفيروس واصغر حجما من البكتيريا، فالعلماء محتارين يصنفوها ايه. تاني حاجه ان هي بتحتوي على دي ان ايه وار ان ايه، ودي طبعا خاصيه من خواص الفيروس ان يكون فيه ار ان ايه. طيب تالت حاجه عندنا هاز سيل وول، دي خاصيه من خواص البكتيريا، مفيش فيروس عنده سيل وول. طيب رابع حاجه لاحظوا ان هي سستو تو الانتيبيوتكس، يعني هي كذا زيها زي البكتيريا. recurrence is common، الفيرال بيبقى recurrent في حالات زي الهربس مثلا، وبالتالي احنا سميناها atypical virus. يعني مش هيلزمنا مجرد ان احنا نعرف ليه سميناها كده مش اكتر، فدي معلومات عنها. predisposing factor كلام فاضي، يعني low socio economic and endemic areas، يعني المناطق اللي مش نظيفة والمناطق اللي ما فيهاش اهتمام بالصحة اوي. الباثولوجي بتاعتها للفهم مش اكتر. اللي بيحصل عندي في عندنا طبعا الكلاميديا تراكوميتس بتبقى ايبيثيليوتروفيك، يعني بتحب الابسيليوم، بتحتوي على حاجه اسمها الالمنتري بودي. الالمنتري بودي دوت عباره عن كور اوف دي ان اي سراوند باي بروتين كفر. الكور اوف دي ان اي اللي سراوند باي بروتين كفر ده اللي هو اسمه الالمنتري بودي بيخش جوه الابسيليوم بتاع الكونجنكتيف، يبدا يبروفليت جوه يتكاثر لحد بعد كده يرابشر ويطلع لبره الالمنتري بودي صغيره تانيه تخش على سراوندد هيلسي conjunctival epithelium ويعمل لها infection and so on. دي كي فكرة المرض ببساطة، يعني الباثولوجي بتاعته. طيب clinical picture وهي طبعا الموضوع او اللي هي النقطة المهمة في الموضوع ده، في عندنا conjunctival signs وفي عندنا corneal signs. الconjunctival signs بنقسمها على تقسيمة كده لعالم اسمه ماكولن. ماكولن كلاسيفيكيشن قسم الأعراض اللي بتظهر على ملتحمة في مرض التراكوما لكذا درجة، بحيث ان احنا لما نشوف شيء معين بنقدر نعرف هل المرض ده في اي درجة، هل هو في تي واحد او في تي اتنين او في تي تلاتة او في تي اربعة، او تي اربعة لها اسم تاني اللي هو الاند بوينت. طيب اللي بيحصل عندي في تي واحد بالترتيب كده، طبعا في الاخر كده هنقول نصيحه صغيره عشان نقدر نحفظ الكلاسيفيكيشن ده بسرعه، لكن احنا هنشرحه كده دلوقتي عادي. تي 1 اون انفيكشن ذير سيلر انفيلتريشن اراوند ذا انفيدنج اورجانيزم. طيب كلام عادي، يعني اما يخش الاورجانيزم في بين الكونجكتيفا بتاعت بين الابسيليوم بتاع الكونجكتيفا بس بيتلم حواليه السيلر انفيلتريشن، بيتلم حواليه الاميون سيلز اللي هي سيلر انفيلتريشن. طيب بيتكون عندي سب ابسيليال سمول بين بوينت جريش فوليكلز ويز ا سنتر مونو نيوكليير سيلز surrounded by lymphocyte multinuclear giant cells. Follicles are not raised above the surface, not expressible and immature. طيب احنا الوقت لو رجعنا لبداية الشابتر واحنا بنشرح الفوليكل معناها ايه، قلنا ان هي non expressible يعني مش بتتفعص، immature مش كبيرة قوي لسه صغيرة. Inclusion bodies can be detected in conjunctival scraping by James Stein. ممكن نلاحظ inclusion body اللي احنا شرحناها من شوية اللي هي elementary body اللي موجودة جوه السل اللي هي دي. احنا قلنا ان انكلوجن بودي بتتكون نتيجه دخول الالمنتري بودي جوه السل. يعني باختصار التي واحد اللي بيحصل فيها ببساطه ان انا عندي مثلا ده الابيسيليوم كده كان سليم في امان الله، دخل عندي هنا كلاميديا، بعد شويه الابيسيليوم بدات تتجمع هنا ليمفوسايت، ليمفوسايت عشان تحوط الكلاميديا او تحوط الانفكتد سيل، وبالتالي حصل عندي اليفيشن كده. بس هو ده المنظر اللي حصل عندي، ده هو التي 1 عباره عن ايه، immature elevated grayish small pinpoint elevation اللي هي بنسميها فوليكل. طيب ديت بتبقى منظرها عامله المنظر ده، بتكون لسه شايفين هنا نقطه بيضه هنا على نقطه بيضه هنا وهنا برضو نقط بيضه، لسه مجرد ايه pinpoint elevations او pinpoint follicles immature.
طيب ال T2 يعني دي كانت مرحلة T1. T2 بقى بنقسمها لمرحلتين، لكن هي يعني كنوع من الدقة في T2A و T2B. اللي بيحصل ببساطة كبر اللي احنا عملناه قبل كده، يعني كبر الفوليكل خلاها تكبر شوي، فهتبقى ايه انلارجد بدل ما هي جري هتبقى بنكش لأنها كبرت حبة. وبعدين ايه كانت نون اكسبريسبل، دلوقتي طالما كبرت شويه واحد هيقول لي الفوليكل خدنا في الاول ان هي نون اكسبريسبل، ماشي، بس هنا الفوليكل يعني ايه بدات تتحول لبابيلي. يعني تي 2 عندنا تشمل حاجتين، بتشمل لارج فوليكل وبابيلي، يعني تقريبا هم قريبين من بعض، فالفوليكل هنا داخله على مرحله البابيلي فبتبقى اكسبريسبل وريزد ابوف سيرفيس، يعني ما هيش عامله كده يعني كده يا دوب على السطح ارتفاع بسيط، لا هي مش عامله كده، لا هي عامله كده ارتفاع عالي، هي دي الفوليكل. والبابيلي طبعا او ديت الفوليكل انلارجد فوليكل، انما هنا البابيلي طبعا زيها زي الفوليكل لكنها ايه اكبر بقى، بتبقى ايه الفوليكل اللي احنا خدناها في الاول خالص شرحناها في الاول. بابيلي فورميشن ديو تو انكريز فلتريشن، بيزيد عندي دخول الليمفوسايت، بالاضافه ان بيحصل عندي ان بلاد فيسلز عماله تكتر جوه وعماله تزود حجمها. والبابيلي بتكون سوفت وفاسكولار وبنكش، بنكش خلاص لان بقى فيها بلاد فيسلز كتير، والسوفت عشان البلاد فيسلز طريه بطبيعتها. طيب